مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج صريح جدا. موضوعنا لنهار اليوم يتعلق بواقع السياحة الصحراوية موازاة مع انطلاق الموسم السياحي بولاية الجنوب. تابعوا معنا. مقارنة بما مضى ربما أكيد نشوف السياحة الصحراوية خاصة على مستوى ولاية أدرار بدأت تنتعش شيئا فشيئا، خاصة مع البرامج التي خصصتها الدولة الجزائرية في هذا المجال من أجل إعطاء أهمية كبرى وإلى أهمية كبرى للمجال السياحي خاصة في المدن الصحراوية. لابد من تشجيع أولا السياحة الشبانية. انطلاقا من السياحة الشبانية بإمكاننا أن نحقق سياحة عامة لهذه الولاية. هناك خطوات وبرامج موجودة لتشجيع هذا الجانب، وخاصة الجانب الإرث والموروث الثقافي اللي موجود بهذه المنطقة والذخيرة به. لابد من وضع استراتيجية خاصة بإشراك كل القطاعات المعنية، وذلك لضمان سياحة مرموقة. بإمكاننا أن ننافسها السياحات الأخرى. السياحة الصحراوية بالعموم في كامل الجنوب الجزائري الآن نرى واحد الطفرة، واحد نقلة نوعية من حيث بعد السياحة الصحراوية، من حيث الأيام الإعلامية، من حيث السياحة الشتوية، من حيث كذلك بعد الموروثات الثقافية اللي كاينة في كاع الجنوب الكبير، سواء في أضرار، في تميم، في عين صالح، كاع الموروث الثقافي الآن قدروا نشوفوا أنه بهاته او بوسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الانستغرام، قاعد المواقع نقدروا نقولوا انها ساهمت في بعث السياحه الصحراويه. اردنا الحديث عن السياحه في الجنوب بصفه عامه، فنجد انفسنا امام ارث حضاري يزيد عن 10 قرون لوجود عده قصور وعده مناطق اثريه، والشيء الذي يحفز على تشجيع السياحة وهو وجود موروث ثقافي مادي مثل النسيج وصناعة الجلود، وموروث ثقافي لا مادي مثل الأهليل والبارود والحضرة. على كل المقومات السياحية تاع الجنوب ولا الصحراء بصفة عامة هي غنية وثرية جدا، وفي الحقيقة هذه المقومات احنا قصرنا فيها منذ القدم، وهي تحتاج لعدة عوامل. أول حاجة الإعلام، عد مواقع سياحية غير مكتشفة يكشفها الإعلام، هذه بالدرجة الأولى. ثانيا الاهتمام بها. أنا مع كل أسف أنا كل سنة نفقد موقع، كل سنة نفقد بلاصة. علاش؟ لأن الساكنة عندما تشوف ما كانش اهتمام بهذه الحوايج صاي حتى هي تخلي، لأن ما عندهاش هذيك القوة اللي تقدر تحمي بها. وحنا نعرفوا أن أصعب شيء وأنك تحمي الآثار وأنك تروج لشيء معين، أكلات، اللباس التقليدي، المناسبات المتعددة، الزوايا. الحمد لله يعني بدأت معالم السياحية يعني تظهر يعني جلية، خاصة من خلال دخول العديد من الفنادق حيز الخدمة وأخرى هي في طور الإنجاز. لكن ما نريد أن ننوه عنه في هذه السانحة هو يعني السياحة الدينية اللي يجب أن نعطيها الأهمية ونوليها الأهمية الكبرى، خاصة ونحن في ولاية أدرار. يعني ولاية أدرار هي معروفة بعلمائها، بمشائخها، بمناطقها السياحية والدينية. يجب أن نعطي أهمية كبرى لهذا المجال من أجل يعني إعطاء للسائح فرصة أكبر من أجل التعرف على ولاية أدرار، عاداتها وتقاليدها. معظم قصور الولايات الجنوبية تزخر بهذه الموروثات، والشيء الذي يشجع هذه السياحة هو وجود مواقع على منصات التواصل الاجتماعي أو صفحات على فيسبوكية مثل صفحة السياحة الصحراوية، وتوجد صفحة محلية خاصة بولايتنا ولاية أدرار وهي صفحة موروثنا، وهي صفحة تهتم بكل ما هو موروث ثقافي. وايضا ان السائح عندما ياتي الى ولايه أدرار يعرف ان هذه هي المنطقه يعني ذات طابع يعني ديني، تربوي، اخلاقي، يعني خاصه وان العديد من القصور ربما تحتوي على بعض القصبات التاريخيه،
بعض القصور تحتوي أيضا على بعض المخطوطات، هي أيضا في حاجة ماسة إلى أن نعرف بها للسائح، خاصة إذا كان هناك سواح من خارج الوطن. صراحة بالنسبة للجنوب تحتل كمرتبة الأولى كسياحة دينية، ثم سياحة مواقع أثرية، هناك هناك هناك, هناك الكتبان الرملية، العروقة، هناك واحة النخيل، هناك الفقارات كإرث ثقافي كما يقولوا مورد اقتصادي. يعني كل هذه الحوايج يمكن لنا أننا نفعلها، يعني صراحة إذا كانت فيه نية صادقة وفيه اهتمام، وهنا يلعب الدور تاع مديرية السياحة والأمور اللي مهتمة. إذا ما تقوليش تبقاش مؤسسات إدارية جامدة، إذا تدخل في هذا الواقع وتفعله، لأن تفعيله صراحة يخلي أولا اكتشفوا المناطق تاعنا. مع كل أسف تلقى واحد تسوله على الثقافة العامة في أي منطقة في الجنوب ما يعرفش. بما أنني قلت السياحة الشبانية، الحمد لله قطاع شعب الرياضة زخير بهياكله، بإمكاننا إن شاء الله من خلال البرامج والتوصيات نحقق الهدف المشوج إليه، وخاصة من طرف السلطات والمسؤولين في الدولة بصفة عامة. هذا بإمكان ما أقوله في هذا الجانب، ونحن جو من واقفنا لتحقيق الغاية المشوج إليها. كذلك الشيء الذي يشجع على ترويج السياحة هو الإقبال على عدد كثير من الفنادق، وكذلك الإقبال على فتح الوكالات السياحية، إلا أن هذه الأخيرة تحتاج إلى مرافقة ودعم، سواء من قبل وسائل الإعلام أو من قبل الإدارات، من أجل تسهيل اعتماد وثائق هذه الوكالات. وهنا نريد أن ننوه أيضا، لأنه يجب أن قضية البناء المعماري للفنادق يجب أن يتماشى مع المنطقة، خاصة نشوف بعض الفنادق ربما هي يعني 5 نجوم أو 4 نجوم، لكن لا تتلائم ربما مع طبيعة المنطقة. احنا نتمنى إن شاء الله أنه خاصة هؤلاء اللي ربما يحملوا مشاريع نتاع المشاريع السياحية في بناء الفنادق، أنهم يكيفوا الجانب المعماري مع جانب المنطقة، منطقة ولاية الدار اللي نعرفوها أنها منطقة تقليدية، يعني السائح عندما يأتي أكيد أنه سيرتاح وسيكتشف بعض الأشياء اللي ممكن هو لم يراها ربما في حياته. Thank you.